ونبقى في ذات الإطار، وبمناسبة اليوم العالمي للمياه وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب في بعض من أقاليم البلاد، الزميلة فاطمة الأحمر سلطت لنا الضوء على معاناة الرحل والرعاة في الحصول على المياه بإقليم سلامت. الماء هو الحياة، فإمكانية الحصول على المياه بات أمرا معروفا للجميع، لكن الملاحظ بأن الرعاة المتواجدين في إقليم سلامات لم يتحصلوا على مياه صالحة للشرب ولا مياه لسقي مواشيهم، وهذا الأمر يجعلهم يقطعون مسافات طويلة لأجل سقي مواشيهم، الأمر الذي يتوجب من السلطات العليا والقائمين بأمر توفير المياه للمواطنين بضرورة القيام بحفر آبار في أماكن متفرقة بإقليم سلامات، وذلك من أجل تمكين هؤلاء الرعاة من الحصول على مياه كافية لهم ولمواشيهم، كما أنه يتوجب على المنظمات الغير حكومية القيام ببناء سدود وأحواض من أجل احتجاز المياه والاستفادة منها لصالح الأبقار والمواشي. داري نسوي لنا حفاير نسوي للبهائم عشان يشربن، وما يسوي فوق مزرعة، مشكلة على المزرعة دي، المزرعة اللي بيسوها أي مكان للبهائم بيهربن هم بيسووا مزرعة. المترات ده مش قروش، بيع حتى الماء الأزرق من بيع حتى الماء اللي يشرب، سوى تجارة أي متر ده سوى تجارة. فعلى حسب الدراسات التي أجريت مؤخراً بأن نسبة السكان الذين يتحصلون على مياه صالحة للشرب وصلت إلى 53%، إلا أن معظم سكان البدو والرحل ما زالوا يعانون ندراً في المياه، فلذا يتوجب على السلطات في البلاد والشركاء القيام بإجراءات ضرورية لتوفير المياه، وذلك نسبة لأهمية الثروة الحيوانية، فهي الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني إلى جانب المنتوجات الأخرى للبلاد.